عبيديا. واحد، رؤيا عبيديا. كده قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبر من عند الرب، وبعت رسول بين الشعوب التانية: قوموا ونقوم عليها عشان الحرب. خليتك صغير بين الشعوب التانية، محتقر خالص انت، التكبر بتاع قلبك خدعك، يلي ساكن في شقوق الصخر، علو المسكن بتاعه، اللي بيقول في قلبه: مين ينزلني للأرض؟ لو كنت تعلى زي النسر، ولو كان عيشك محطوط بين النجوم، فمن هناك أنزلك، بيقول الرب. لو جالك حرامية أو لصوص بالليل، كيف ما اتدمرت؟ مش يسرقوا اللي يحتاجوه بس؟ لو جالك اللي بيقطفوا، مش يخلوا فضلات الحصاد؟ ازاي تفتش عيسو وتفحصت الأماكن اللي بيخبي فيها؟ طردك لغاية الحد كل اللي بيعهدوك، خدعك وقدر عليك الرجال اللي بيسلموك، أهل العيش بتاعك حطوا تحتك فخ ما تفهمهوش. ما ضيعش في اليوم ده الحكمة من أدوم والفهم من جبل عيسو، بيقول الرب، فيترعب أبطالك يتيمان، لجل ما يتقطع كل واحد من جبل عيسو بالقتل، عشان خاطر ظلمك لأخوك يعقوب تغطيك الكسفة وتتقطع من غير نهاية. يوم ما وقفت قصاده، يوم ما أثر الأغراب القوة بتاعته ودخل الأجانب لأبوابه ورموا قرعة على أورشليم، كنت أنت كمان زي واحد منهم، ومفروض ما تبصش ليوم أخوك يوم مصيبته، وما تشمتش في ولاد يهوذا يوم ما ضاعوا، وما تفتحش بقك جامد يوم الضيق، وما تدخلش باب شعبي يوم بلوتهم، وما تبصش انت كمان للمصيبة بتاعته يوم بلوته، وما تمدش ايدك لقوته يوم بلوته، وما تقفش على مفرق الطرق عشان تقطع اللي ينجى من عنده، وما تسلمش اللي يفضله من عنده يوم الضيق، لان يوم الرب قريب على كل الشعوب التانية، زي ما عملت يتعمل فيك، عملك يرجع على راسك، لأن زي ما شربته على الجبل المقدس بتاعي، تشرب كل الشعوب التانية دايما، يشربوا ويبلبعوا ويبقوا كأنهم ما كانوش. وأما جبل صهيون فيبقى عليه إنقاذ ويبقى مقدس، ويورث بيت يعقوب المواريث بتاعتهم، ويبقى بيت يعقوب نار، وبيت يوسف ولع، وبيت عيسو قش، فيولعوهم ويكلوهم، وما يفضلش حد من بيت عيسو، لأن الرب اتكلم. ويورث أهل الجنوب جبل عيسو وأهل السهل الفلسطينيين، ويورثوا بلاد إبراهيم وبلاد السامرة، ويورث بنيامين جلعاد، وأسر الجيش ده من ولاد إسرائيل يورثوا اللي هم من الكنعانيين لحد صرفة، وأسر أورشليم اللي في صفارد يورثوا مدن الجنوب، ويطلع اللي ينقذوا على جبل صهيون عشان يحكموا على جبل عيسو، ويبقى الملك للرب.